ميول. فيديو النهارده هنشوف ازاي احنا نعمل خطة الكعبة زي ما احنا شايفينها كده قدامنا، وهنشوف ازاي نزينها، وكمان هنعرف مع بعض ازاي نعمل التوتير الذهبي اللي احنا مزينين بيه دوت، اللي احنا هنستخدمه في عمل زخرفة الكعبة والباب بتاعها وكده. هنشوف مع بعض كل التفاصيل. أنا هنا عندي كيكة إسفنجية مقاس 24، قسمتها 4 طبقات وحشيتها بكريمة خفق، وابتديت إن أنا أغلفها بطبقة كده من كريمة الخفق. إحنا علشان التورتة هنا عالية وهنحتاج إن إحنا نحط الكعبة كمان فوق الجزء ده، فلازم إن إحنا نعمل دعامات النص اللي تحت من التورتة علشان الكيكة متتقطعش وتهبط وهتبوظ، يعني مش هتنفع من غير الدعامات. الدعمية دي بتبقى حاجة كده شبه الشاليمون بس بتبقى ناشفة شوية، في منها بيبقى قطرها صغير وفي منها بتبقى مقاس أكبر. مفيش مشكلة، ممكن نستعمل ده أو ده اللي تلاقوه، الاتنين هيأدوا غرض. وبعدين هغطي فوقها كده بالكريمة كويس. في صندوق الوصف هسيبلكوا رابط عمل الكيكة الإسفنجية اللي استخدمتها في الفيديو ده، وكمان كريمة الخفق وجناش الشوكولاتة البيضاء اللي أنا هغطي بيه كمان فوق كريمة الخفق. احنا ممكن نستغنى خالص عن كريمة الخفق ونكتفي بجناش الشوكولاتة، بس هنحط منه طبقة كبيرة، يعني هنستبدل الكمية بتاعت كريمة الخفق دي كمان بجناش شوكولاتة بيضاء، وهنساويه كمان في الآخر، يعني هتبقى طبقة كبيرة. هو مفيش أي مشكلة في ده، احنا ممكن نعمل كده، بس هنا كان أصحاب التورتة مش عايزينها تبقى تقيلة قوي، فأنا حبيت إني أعمل كريمة خفق الأول على أساس إن هي بيبقى طعمها خفيف وبتبقى هشة، وأعمل الطبقة الخارجية بس هي اللي بجناش الشوكولاتة البيضة كده، وهساوي بيه السطح الخارجي. طبعا ممكن برضو ان احنا نكتفي بس بكريمة الخفق، وكمان تبقى الطبقة الخارجية كمان بس كريمة خفق بس. هنا علشان انا هعمل التورتة عالية وكذا دور، فما حبيتش ان هي تبقى كريمة خفق، علشان كده الجزء اللي فوق من التورتة هيغطس جوه الكريمة، لان كريمة الخفق بتبقى هشة جدا مبقاش ماسكه نفسها. لكن جناش الشوكولاته لما بنسيبه في التلاجة بينشف، يعني الى حد ما بيبقى طبقه ماسكه نفسها كده ومتصلبه شويه عن كريمه الخفق. بعد ما اسوي الطبقة الخارجية كلها بجناش الشوكولاتة البيضاء هحطها في التلاجة لغاية ما تبرد، وابتدي اجهز الكعبة. انا هنا عندي تورتة اسفنجية مقطعاها مربعات تكون طول قد العرض، وابتدي ان انا اسقيها بسيرب او بعصير. انا هنا هحشيها نوتيلا، طبعا الحشو برضو حسب ما انتوا حابين، بس انا قلت حبيت هنا التورتة تبقى نصين، والنص اللي تحت يبقى كله ابيض فانيليا، والنص اللي فوق يبقى كله شوكولاته. هحشيها نوتيلا وهغلفها جناش شوكولاته. هنا بالنسبه لعدد الطبقات هيكون على حسب الارتفاع، بعد ما نحشي نبتدي ان احنا نحط الطبقات. لازم يكون ارتفاع المكعب بتاع الكعبه قد الطول والعرض، فهعمل طبقات لغايه ما الاقي ان الارتفاع ده بقى مناسب معايا. هنا عندي جناش شوكولاتة غامقة، يعني هي اساسا لونها بني غامق، فانا هحط عليها الوان طعام سودا علشان تديني لون اسود صريح. حطيت ان انا اغلف بيها مكعب الكيكه ده، لو في فرق بسيط في الطول او الارتفاع، يعني لو في فرق بسيط في الارتفاع محتاج يتعوض، ممكن ان احنا نعوضه في الاخر بجناش شوكولاته، وان احنا نزود طبقه كمان على السطح بتاع التورته عشان يبقى نفس المقاس بتاع الطول والعرض، عشان هي الكعبه بتبقى مكعب صريح كده، فاحنا لازم نوصل لنتيجه المكعب ده. وبعد ما اغطيها كويس بجناش الشوكولاته هدخلها في التلاجة لغاية ما تجمد تماما، بعدين هاخدها واحطها فوق الجزء اللي تحت من التورته، احاول اوسطنها كده في نفس المكان اللي انا كنت حاطه فيه الدعامات. هبتدي احضر بقى الدانتيل اللي هزين بيه. هحتاج 100 جرام بودرة شوجر ليس، دي بتبقى موجودة في محلات الحلواني ومحلات خامات الحلويات. هحط عليهم 280 جرام مية، وهلونها هنا بلون أصفر علشان تبقى الأرضية بتاعتي قريبة كده من اللون الذهبي. ناس كتير بتسألني الشوجر ليس دي يعني ايه أو اجيبها منين. هي بتبقى علبة كده مقفولة يعني معلبة كده جاهزة اسمها شوجر ليس. استخدامها الوحيد تقريبا لغاية دلوقتي هو ان احنا نعمل بيها اشكال الدانتيل اللي بتزين بيها التورته، وكمان في ناس بتزين بيها الكوكيز. هنلاقيها في محلات خامات الحلويات، الناس اللي بتبيع خامات التورتات والحلويات دي هنلاقيها عندهم. احنا مجرد بنقول لهم عايزين بودرة شوجر ليس هيدوها لنا على طول. هضربهم مع بعض كويس لغاية ما اوصل لقوام كده عامل شبه المعجون بس بيشد شوية كده. ابتدي ان انا افردها على فورمة السيليكون بتاعت الدانتيل، دي بتبقى صوتها رفيع كده علشان في الاخر تطلعلي الدانتيل طبقة رفيعة كده زي ما احنا شفناه وزي ما هنشوفه كمان مع بعض. وهحطها في صينية ألمنيوم وأدخلها فرن درجة حرارته 100 سليزيوس أقل حاجة خالص، ممكن تكون أقل درجة في الفرن خالص، لمدة 5 دقايق بس مطولش عليها عشان هتنشف. لو نشفت مش هعرف أطلعها من القالب وهتتكسر، هتبقى عاملة زي السكر، هتتكسر تكسير مش هتبقى لينة كده. وبعدين اسيبها تبرد تماما قبل ما اطلعها من الفورمه دي، علشان لو شلتها سخنه هتتقطع وهتتبهدل، برضه مش هعرف اخرجها من القالب. هضلها اللون الذهبي اللي هدهنها بيه. هحتاج دست ذهبي برضه، ده بيبقى قابل للاكل وبيتباع عند محلات خامات الحلويات. وهحط عليه مذيب، المذيب ده بيبقى زيتي كده شويه وبيبقى بالاطعام. انا هنا هستعمل طعم القهوه علشان يبقى متماشي مع الشوكولاته، وهدوب فيه اللون الذهبي لغاية ما اوصل لقوام كده لين اعرف ان انا افرده. وهجيب الدانتيل بتاعي وهبتدي ان انا ادهنه كده بالذهبي اللي احنا حضرناه. أما الدهنة كلها هسيبها لغاية ما تنشف تماما واللون الذهبي ده يمسك كده في الدانتيل، وخلاص أقدر إن أنا أستعملها. هنا علشان ازين الكعبة انا حاطة عندي صورة كده قدامي علشان اشوف الزخارف بتاعتها عاملة ازاي، وابتدي ان انا اقص اجزاء من الدانتيل ده على قد اشكال الزخارف اللي انا عايزاها، سواء مستطيلات طويلة، مستطيلات صغيرة، مربعات، على حسب الصورة اللي قدامي. كده انا بقص دلوقتي اجزاء من الدانتيل علشان استخدمها، وهركز ان تكون الاجزاء قد بعضها، يعني الجزء المتشابه يكون نفس مقاس الدانتيل علشان في الاخر نوصل لنتيجة مقاربة كده للواقع، علشان واول ما الناس تشوفها تعرف ان دي الكعبة. التورته دي ممكن احنا نعملها اهداء لحد لسه راجع من العمرة ولسه راجع من الحج، بتبقى فرحة حلوة قوي يعني، لان هي بتبقى فيها روح حلوة كده بالنسبة للناس الحجاج أو المعتمرين. بعد ما جهزت أجزاء الزخارف هبتدي إن ألزقها بجناش شوكولاتة، آخد حتة صغيرة كده من الجناش وابتدي ألزقها حتة حتة. مفيش مشكلة لو أنا عندي جزء زيادة إن أنا ممكن أقصه تاني بالمقص أو أزود جزء، يعني الموضوع مش صعب قوي، هنعرف إن احنا نتعامل ونطلع نتيجة كويسة. الجناش الشوكولاتة لما يجمد مننا ممكن ان احنا نذوبه تاني على حمام مائي ونرجع نستخدمه عادي، هيسيل معانا وهيبقى كويس جدا. مستطيل كبير عشان يبقى شبه الباب بتاع الكعبة. هنا في جزء صغير من الزخارف، في الأجزاء دي أنا هستخدم فرماسيل مدور صغير جدا علشان هي التفاصيل دقيقة قوي مش هتبقى واضحة لو استخدمنا حاجة أكبر من كده. فأنا هنا هلزق من الفرماسيل المدور الصغير ده كده عشان فواصل ما بين الزخارف الكبيرة دي. وأحط من الفرماسيل ده برضه في الأرضية كده حوالين الكعبة كلها. أنا هستخدم جناش شوكولاتة بيضة علشان ألزق الدانتيل برضو على الجزء الأبيض من الكيكة. وهوزع كده شوية بسكوت كريسبي من لونه دهبي في الجزء اللي حوالين الكعبة كده علشان ميبقاش فاضي، يعني هعمله كده هوزع كام واحدة كده على الخفيف. كده نبقى عملنا تورتة راقية جدا وقيمة بطريقة بسيطة جدا. هو بس كل الموضوع ان احنا نعرف نعمل الدانتيل ده صح، هيبقى بقية التفاصيل كلها سهلة جدا. لو عجبكم الفيديو ده لايك وشير وكومنت، اشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.